غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في وقت سابق من هذا اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقنصل عام مملكة البحرين لدى جدة.